في هذا الصالون، وهذا الصالون حتى هذه اللحظة اسمه صالون سعد زغلول باشا، ده بناء على قرار من سعد زغلول بأنه أي وزير وفدي أو رئيس حكومة وفدية لابد أن يزور، إذا زار أي مكان مديرية في الصعيد لابد أن يزور الشرق بهجورة وقرية الكلح، بلد حافظ به الكلي. ومن هو رئيس وزراء مصر أول ما ركب الباخرة وقال متجه للصعيد لزيارة الصعيد، فأصدر أوامر بمنعهم من النزول من الباخرة، رجله لن تطئ الأرض، فاهمة؟ إلى أن وصل هنا، شوف جاء من القاهرة إلى أن جاء الصعيد هنا، فتعرض له حافظ به بالمراكب الصغيرة والقوارب الصغيرة دي، وتصدى وأجبره على أنه لابد أنه هنا ينزل هنا في المضيفة، واستضعفه هنا حافظ به لمدة يومين. العصيب ده كان قبل كده عشان أبقى يعني صادق، أنه جاء المأمور بيقول لحافظ به أنه مدير الأمن والوزير الداخلية بيقول لك ممنوع أنك أنت كذا كذا كذا، فمش عايز أقول الكلام اللي قاله له عشان قال له أنا هستقبله، كان عايز يجيني يفضل يتشرف يوريني ويمنعني يجيني.